ده أمير مواطن سويدي فلسطيني الأصل. نادي والله على الدبكة. بس عنده شوية مشاكل. بص، هو المصريين دمهم خفيف ولذيذ، بس هما ما يلتزموش بالمواعيد خالص. انت لو عايز تشوف حد الساعة 7 قول له الساعة 5. وبيضحك عليه كمان. هو ده المحل اللي انت حلقت عنده؟ ايوه والله، خد منه 500 جنيه. والنهاردة انا هفهمه الدنيا ماشية ازاي في مصر. يلا بينا. وده الجزء الثاني من الفيديو، وفي الفيديو ده هنعمل تحدي لهجات بين مصر وفلسطين مع امير. يلا بينا. دلوقتي هنعمل لك اختبار اللهجة المصرية الأصلية الشعبية اللي محدش بيتكلم بيها أصلا. دلوقتي جاهز؟ هقول لك الجملة وانت تقول لي معناها ايه. انت تعمل لي فيها عامل فيها دي تتقال امتى يا امير؟ انا بسأل. انا تعمل حالك حاجة كبيرة او كده يعني. برافو عليك، بسامة كبيرة يا امير. في العيد لما ينور المال. ايه ده اللي انت يعني ايه لما ينور المال؟ اوف، هو المال كان بينور اصلا. نفض نفسك يا على طول. حرك شفايفك عشان مش شايف. انت بتعمل ايه؟ فكك، كبر دماغك. برافو عليك، خلاص يا معلم، هي كده تعشى. ايوه خلاص يا معلم، يا كده اتعشى. يعني عايز رشوة؟ لا خلاص يا معلم، يا كده اتعشى. يعني كله تمام، مرضية كده الحمد لله. يعني انت مبسوط يعني؟ اللي هي يعني ايه، مش احنا خلصنا الفيديو؟ مش احنا كده خلصنا؟ أيوة. خلاص يا معلم، كده اتعشى. ثواني يعني كده كفاية تمام كده يعني كل حاجة تمام. عم بقول لك ايه، افهم، ما تعصبنيش عليه. عم انت هتسيح له ولا ايه؟ هتسيح. ولو عجبك الفيديو ده تقدر تشوف الفلوج الكامل اللي احنا عملناه، هتلاقيه في الكومنتات او في الديسكريبشن، مش عارف، بس هتلاقي. اتصرف. اطلع معانا على الامه نركبوا المشروع. كبده اسكندراني. تعرف تقول انا ما بطلت عليكيش يا ست هانم؟ انا ما بطلت عليكيش يا ست هانم.